بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، صلى الله عليه وسلم ما تعاقبت الشمس والقمر، صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. كان طلب مني بعض المشتركين أو بعض التلاميذ الوضعيات الإدماجية ليتناولوها التلاميذ سنة الأولى متوسط، بما أنه وعدتكم راح نكمل معكم الأولى متوسط، درت لكم صور قرآنية، درت لكم مواضيع تاع الإعراب والنحو والصرف اللي حتكون في الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله عز وجل غنذكر لكم الوضعيات الإدماجية ليتناولوها تلاميذ الأولى متوسط. طيب، تلاميذ الأولى متوسط يتعرفوا في السنة الأولى متوسط على حصة جديدة اللي هي دراسة نص. هذه حصة جديدة في اللغة العربية، يبدأ يقراوها دراسة نص، يجيبوا نص ويديروا له تحليل، يخرجوا الفكرة العامة، الأفكار الأساسية، أفكار الجزئية، يخرجوا الفوائد، المغزى، يخرجوا المهم دراسة نص. هذه حصة جديدة يتعرف عليها التلاميذ. دراسة النص تكون وفق المقطع اللي يكون يقرأوا فيه في ذلك الأسبوع. دراسة النص والنص تاع القراءة وموضوع تاع التعبير يكون كامل ضمن مقطع واحد كما كنا نديرو في الابتدائي، نفس الشيء. طيب، المقطع الأول اللي يقراوه تلاميذ الأولى متوسط هو الحياة العائلية. الحياة العائلية، وبالتالي في التعبير أول تعبير ولا أول وضعية إدماجية يديروها في الأولى متوسط هو تصميم نص. يتعلم التلميذ كيفاش يصمم نص. كيفاش ما معنى تصميم نص؟ معناه المقدمة، العرض، الخاتمة، يخلي مربعين، الإطار الشكلي تاع النص، كيفاش يدير وضعية إدماجية مكونة من مقدمة وعرض وخاتمة. وبما أنه هذه راح يديروها في المقطع تاع الحياة العائلية، يديروا وضعية إدماجية حول الأم، وضعية إدماجية حول الأب، وضعية إدماجية، رسالة إلى أمي، رسالة أب إلى ابنه، رسالة إلى ابني، وهكذا. المهم في الحياة العائلية. المقطع الثاني اللي يدخلوا بعد ذلك إليه هو حب الوطن. وحب الوطن ولا الوطن هو مقطع موجود في جميع السنوات، داروه في سنة خامسة ويقعد معاهم دائما حب الوطن. في حب الوطن يديروا في الوضعية الإدماجية ولا في التعبير التدرب على كتابة المقدمة. يدربوا على كتابة المقدمة، كيفاش يدير المقدمة لموضوع من المواضيع. وبما أنه هنا يتدرب على المقدمة داروها في المقطع تاع حب الوطن، يديروا مواضيع على حب الوطن، الاعتزاز بالوطن، الانتماء إلى الوطن، واجباتك نحو وطنك، العودة إلى الوطن مثلا، الاعتزاز بالانتماء للوطن، صلة الرحم، يتكلم على العائلة. المهم كل ما له علاقة بالوطن والانتماء للوطن والعائلة وتكوين الوطن من العائلة. طيب، المقطع اللي يدخلوا له بعد ذلك هو من عظماء الإنسانية. يتكلموا على شخصية من الشخصيات البارزة التي كان لها أثر كبير ويتكلموا عليها. طيب، في المقطع هذا من عظماء الإنسانية في الوضعية الإدماجية يديروا الوصف، يتعلم كيف يصف شيء من الأشياء، سواء وصف مادي أو معنوي ومعنوي، يتعلم كيف يصف الأشياء. هذا هو الوصف، وصف مادي ووصف معنوي. طيب، ويتكلموا على العظماء، بعض العلماء عظماء اللي من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلموا على مثلا عمر بن الخطاب، الأمير عبد القادر، المهم شخصية من الشخصيات، ويقوم بوصفها، يوصف هذا الشخصية ماديا شكليا ومعنويا. هذا هو الغاية في هنايا الوضعية الإدماجية، الوصف المادي والمعنوي. بعد ذلك يدخلوا للمقطع اللي بعده اللي هو الأخلاق والمجتمع. الأخلاق والمجتمع، هنا في الأخلاق والمجتمع يقرأوا في الوضعية الإدماجية أو في التعبير تشكيل أو بناء فقرة وصفية أو سردية. هنا يتعلم الوصف والسرد. الوصف نوصف شيء، والسرد نسرد ونحكي الأخبار اللي تتعلق به. السرد مجرد الحكي والتكلم، أما الوصف نصفه كأننا ننظر إليه. هنا يتعلم يدير فقرة وصفية وفقرة سردية طبعا، ونربطها بالمقطع اللي هي الأخلاق والمجتمع. وبالتالي نتكلم عن الأخلاق، أهمية الأخلاق، الاعتزاز بالأخلاق، اختيار الصديق على أساس الأخلاق في هذا الإطار.
المقطع اللي بعده العلوم والاكتشافات العلمية، نتكلم عن العلوم، أهمية العلم، تطور العلوم، العولمة، الاكتشافات، الاكتشافات العلمية اللي وصل إليها الإنسان. هنا في ذا المقطع يتكلموا في الوضعية الإدماجية على الربط وأدوات الربط، ما هو الربط، كيف أربط بين جملتين بين كلمتين، وما هي أدوات الربط، وما هي أنواع أدوات الربط، ويديروا وضعية إدماجية حول الاكتشافات، أهمية الاكتشافات، الاكتشافات العلمية التي توصل إليها الإنسان. طيب الوضعية الإدماجية أو المقطع اللي بعده هو الأعياد، سواء أعياد دينية أو أعياد وطنية أو أعياد اجتماعية أو أعياد، المهم الأعياد بصفة عامة. فالمقطع تاع الأعياد يتعلم الانتقال من شيء عام إلى شيء خاص، أو وصف عام إلى وصف خاص، يصف شيء بصفة عامة ثم ينتقل من الوصف العام إلى الوصف الخاص. هذا هو الغاية هنا في هذا المقطع، ينتقل من وصف عام إلى وصف خاص. طيب ونربطها مع الأعياد، بما أن المقطع الأعياد نربطها مع الأعياد، نتكلموا على العيد، أنواع العيد عند المسلمين اللي هي عيد الأضحى وعيد الفطر، فرحة العيد، كيف يفرح الإنسان في العيد، إدخال الفرحة على المحتاجين في العيد، هذا هو. طيب المقطع اللي بعده هو الطبيعة، الطبيعة بصفة عامة، جمال الطبيعة، منظر طبيعي، رحلة إلى الطبيعة، المهم نتكلم عن الطبيعة. هنايا في الوضعية الإدماجية يتعلم التلميذ ما هو التوكيد، تأكيد الكلام وتوكيده وتعليل الكلام. التعليل هو ذكر السبب والعلة، والتوكيد هو تأكيد الكلام، ويتعلم يفرق بين التوكيد والتعليل، ده شيء مهم هنا. طيب ويديروا وضعية إدماجية حول الطبيعة، جمال الطبيعة، وصف الطبيعة وما شابه ذلك. آخر مقطع اللي هو الصحة والرياضة، يتكلموا على الصحة، أهمية الصحة، نعمة الصحة، يتكلم على الرياضات، أنواع الرياضات، كرة القدم، كرة السلة، ركوب الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم الأبناء ركوب الخيل، السباحة، أنواع الرياضات. طيب في هذا المقطع يتعلم في الوضعية الإدماجية ولا في التعبير، يتكلم عن التشبيه، كيف نشبه شيء بشيء، أدوات تشبيه، كيف أشبه الأشياء، كما يتعلم التفاضل، كيف أفضل ولا أفاضل بين شيئين، وبالتالي يتعلم التفريق بين التشبيه وبين التفاضل أو التفضيل. وقلنا أن المقطع الصحة والرياضة يديروا وضعية إدماجية حول نعمة الصحة، أثر الصحة، الرياضات، أنواع الرياضات وهكذا. هذا هو آخر مقطع اللي هو الصحة والرياضة. هذه أبرز الوضعيات الإدماجية اللي راح يتناولها التلميذ، واللي راح نتكلم عليها وندير عليها أمثلة وندير عليها وضعيات إدماجية في كل مقطع في السنة الأولى متوسط إن شاء الله عز وجل لهذا الموسم. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، لمن لديه سؤال استفسار أو طلب أو أي شيء يتركه لي في التعليقات وسأجيبه إن شاء الله. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.